أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر رابح بقناة الأستاذ الناجح تلاميذ الثالثة متوسط. نواصل معكم سلسلة النماذج الخاصة باختبارات الفصل الأول. يوم سنكون مع نموذج خاص باللغة العربية، رابط تحميل هذا النموذج تجدونه في صندوق الوصف وفي أول تعليق، بالإضافة إلى روابط كل الدروس التي نشرتها سابقا. قبل أن أبدأ مرجو منكم الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو، بارك الله فيكم. بإذن الله تعالى في هذا النموذج سأقترح عليكم كل الأسئلة المحتملة مع الوضعية الإدماجية ومع حلها بإذن الله تعالى. نبدأ مع قراءة السند والأسئلة ثم نعود للحل. التكافل الاجتماعي مبدأ أساسي من مبادئ التشريع الإسلامي. دائما عزيزي التلميذ حاول أن تقرأ السند جيدا. التكافل الاجتماعي مبدأ أساسي في مبادئ التشريع الإسلامي ولازم من لوازم الأخوة ليقوم أفراد المجتمع بواجباتهم تجاه بعضهم، ويتضامن أبناء المجتمع لاتخاذ مواقف إيجابية تصب في مصلحة المجتمع وتجلب له الخير والسعادة، وذلك لرعاية الفقراء ومسح دموع اليتامى والمرضى وأصحاب الحاجات ومقاومة كل ما يخل بسعادة واستقرار المجتمع، الاحتكار والغش والفساد والغلاء وغير ذلك مما لا ينسجم مع ما أمرنا الله تعالى به من التعاون على فعل الخيرات. وإن من تمام الإيمان بالله وكماله أن يحب كل مؤمن لأخيه من الخير والمعروف ما يحب لنفسه، مما يوثق أركان الأخوة الإسلامية ويدعم أركان المجتمع، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فشتان بين ما نحن فيه ومما ينبغي أن نعلمه. إن تكافل أفراد المجتمع لا يقتصر دوره على الجانب المادي فحسب، بل يتعداه ليشمل الجانب المعنوي، وذلك من خلال ما يسود بين أفراد المجتمع من تناصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونشر العلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم. فالتزموا يا أبنائي بجانبيه المادي والمعنوي لتستقيم أحوالكم وتعيشوا آمنين مطمئنين، يسود بينكم الحق والعدل وينتفي عنكم الفساد والظلم. الجزء الأول، وضعية الأولى. نبدأ مع قراءة الأسئلة. استخرج من السند ثلاثة مظاهر للتكافل الاجتماعي، ما هي النصيحة التي قدمها الكاتب؟ هات من السند مرادف الكلمتين الابتهاج والبهض. استخرج من السند ضد كلمة العدل. لخص مضمون السند في فكرة عامة. وضعية ثانية، أعرب ما تحته خط في السند. عندي كلمتين: صوغ اسم الفاعل من الأفعال التالية. عندنا زار.
عندنا ذاكرة، أيضا عندي استخرج، وأيضا الفعل الأخير يقول. عندي سؤال آخر، استخرج اسم وخبر لا نافية للجنس، إن وجدت في الأمثلة. لماذا قلت إن وجدت؟ لأنه لا نافية للجنس عندها شروط لكي تتحقق، ولكي نقول عنها أنها لا نافية للجنس درسناها بالتفصيل. لمن لم يفهم هذا الدرس يمكنه الرجوع إلى قناتي يجد الدرس بالتفصيل مع الشرح. استخرج من الفقرة الثانية صورة بيانية وبين نوعها. استخرج من السند أسلوبا إنشائيا وبين نوعه. قدر قيمة خلقية من السند وبين أثرها في حياة الفرد والمجتمع. الجزء الثاني تقويم الكفاءة، يعني الوضعية الإدماجية. السياق: في حيكم عائلة فقيرة أراد أفراد الحي مساعدتهم على إعادة بناء منزلهم القديم وتجديد آثاثه مع مساعدة الأب على إيجاد عمل يضمن له قوت عيشه. التعليم: في فقرة من 12 سطر تحدث فيها عن تضامن أهل الحي وكيفية مساعدتهم لهذه العائلة، مستعملا للفعل الماضي واسم الفاعل. قبل أن نبدأ بالحل، إذا ما زلت لم تشترك في القناة اشترك في القناة واضغط على زر اللايك لكي يصلك كل جديدنا بإذن الله تعالى. نبدأ مع الحل أعزائي التلاميذ. استخرج من السند ثلاث مظاهر للتكافل الاجتماعي. أكيد أن الكاتب ذكر العديد منها، لكن سنذكر ثلاثة: رعاية الفقراء، التناصح والأمر بالمعروف، محاربة الغش والاحتكار. ما هي النصيحة التي قدمها الكاتب للقراء للقارئ؟ لاحظ أعزائي التلاميذ في آخر فقرة قال: فالتزموا يا أبنائي بجانبيه المادي والمعنوي. أكيد هنا يتكلم عن التكافل الاجتماعي، لأنه التكافل الاجتماعي يوجد ما هو مادي وما هو معنوي. إذا النصيحة التي قدمها: الالتزام بالتكافل الاجتماعي المادي، عذرا هنا التكافل الاجتماعي المادي والمعنوي. هات من السند مرادف الكلمتين الابتهاج والبهض. السعادة من الفقرة الأولى، وأيضا عندنا الغلاء. استخرج من السند ضد كلمة العدل، عكسها أو ضدها ها هي العدل، عكسه الظلم. لخص مضمون السند في فكرة عامة. الفكرة العامة تدور حول دور التكافل الاجتماعي في تكوين مجتمع يسوده الحق والعدل. أعرب ما تحته خط في السند. عندنا شتانة. شتانة درسناها في الفصل الأول، قلنا أن إعرابها اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى افترق. شتان، ها هي الكلمة من السند، فشتان بين ما نحن فيه. وهنا أيضا ومما ينبغي أن نعلمه. لاحظ معي عزيزي التلميذ، نعلم لوحدها وعندي الهاء ضمير، كيف أعربها؟ نعلم، الأصل في الفعل هو نعلم، بعد دخول أن عليه ها هي في السند، أن نعلم تصبح من نعلم إلى تصبح نعلم. نعلم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرها، هي نعلم ظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. لماذا؟ نعلم نحن، نعلم نحن، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
الآن نذهب لصياغة اسم الفاعل. هذا درس اسم الفاعل معنا منذ السنة الثالثة ابتدائي إلى حين وصلنا إلى هنا سنة ثالثة متوسط. الفعل زار هو فعل ثلاثي، لكن نلاحظ أن الفعل زار ليس مثل الفعل كتب. عندما أقول كتب كاتب هكذا، كتب كاتب، أضفنا فقط الألف بعد الحرف الأول وجعلنا الحرف ما قبل الأخير مكسور، كاتب. لكن عندي زار، هل يمكن أن أضيف ألفا للحرف الأول؟ أكيد لا. فهنا هو زار مثل الفعل باع، عند مثلا الفعل باع عندي الفعل نام. كل هذه الأفعال تحول أو أكتب همزة على النبرة في الحرف ما قبل الأخير، فأقول بائع نائم، وأيضا زار أقول زائر. عندي الفعل ذاكر، عزيزي التلميذ ذاكر هل هو فعل ثلاثي؟ لا عزيزي التلميذ، هذا الفعل رباعي، واحد اثنان ثلاثة أربعة. فصياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي تختلف عن الفعل الرباعي والخمسي وغيره. فأقول ذاكر نحولها إلى المضارع يذاكر، يذاكر. بعدها أقلب الياء، هذه ياء المضارع، إلى ميم وتصبح ميم مضمومة، فتصبح كانت هكذا يذاكر تصبح مذاكر. استخرج أيضا نحولها إلى المضارع تصبح يستخرج هكذا يستخرج. بعدها أقلب الياء إلى ميم مضمومة وتصبح مستخرج. يقول، هنا عزيزي التلميذ وجب عليك أن تتأكد من أن الفعل إن كان ثلاثي أو رباعي أو شيء آخر. هنا يقول، أصلا هذا الفعل هو في المضارع، لكي نعرف إن كان ثلاثي أو رباعي وجب علينا أن نرجعه أو نصرفه معه في الزمن الماضي، فأقول يقول قال. يشبه للفعل ماذا؟ يشبه الفعل باع، يشبه للفعل زار، يشبه الفعل نام. كيف يصاغ؟ يصاغ بإضافة همزة على النبرة بعد ماذا؟ الحرف الثاني. فأقول قال قائل. استخرج اسم وخبر لا نافية للجنس إن وجدت في الأمثلة. أكيد عندنا شروط خاصة بلا نافية للجنس، فنقول لا مدرسا للناس طماع. لا، هل هذه لا نافية للجنس؟ نعم. عندنا هنا مدرسا اسم نكرة، وهنا الخبر اسم نكرة، وأيضا لا يفصل بين اللا وبين الاسم شيء، وأيضا نكرها معا. عندنا يجب أن يكون اسمها وخبرها ماذا؟ اسما نكرة غير معرفة، وأيضا يجب أن لا يفصل بينهما أي شيء، بين اللا وبين اسمها. ثالث شيء، يجب أن لا تسبق بحرف جر. كل هذه الشروط محققة، فأقول مدرسا اسم لا النافية للجنس، وعندنا طماع خبر لا النافية للجنس. أيضا لا المخلص مقصر. لاحظ هنا هذا الاسم الذي يلي لا هو اسم معرف، إذن هنا لم يتحقق شرط أن يكون اسم
وخبر لا نافية أن يكون يجب أن يكون نكرة وليس معرفا. هنا إذا عرف فهنا اختل شرط واحد، وإذا اختل شرط واحد فهي ليست لا نافية للجنس. لا بيننا خائن ولا سارق. لاحظ معي، عندي لا، بعدها بيننا، وبعدها الاسم خائن. هنا بيننا فصلت بين لا وبين الاسم، فهنا اختل شرط، شرط من شروط لا النافية للجنس، فهذه ليست لا نافية للجنس. أيضا لا منافقين محبوبون، نكرة نكرة، لا يفصل بينهما أي شيء، وأيضا لم تسبق بحرف جر، فهذا اسم لا نافية للجنس. ومحبوبون خبر، خبر للا نافية للجنس. استخرج من الفقرة الثانية صورة بيانية. صورة البيانية هي مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن المؤمنين كالجسد الواحد، تشبيه تمثيلي هنا، كأن المؤمنين كالجسد الواحد، فهنا تشبيه. استخرج من السند أسلوبا إنشائيا وبين نوعه. في آخر فقرة في السند قال فالتزموا. هنا عندما يقول الكاتب فالتزموا، هنا طلب منا أن نلتزم بصيغة الأمر، فأقول أن فالتزموا يا أبنائي بجانبيه المادي، جانبيه المادي والمعنوي، هذا أسلوب إنشائي طلبي. لماذا؟ لأنه بصيغة الأمر. قدر قيمة خلقية من السند وبين أطارها في حياة الفرد والمجتمع. أكيد أن التضامن والتكافل يحقق المحبة والأخوة بين الأفراد وبين أفراد المجتمع الواحد. الآن ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. اقترحت عليكم هذه الوضعية بإذن الله تعالى تفي بالغرض. التضامن هو شعور بالارتباط والترابط. هنا بما أنه عندنا الوضعية الإدماجية تتكلم عن التضامن، أولا أردت أن أعرف لكم التضامن، بعدها كفي المقدمة ثم ندخل في القصة، أترك لكم الفرصة قراءتها مع الحل بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسى الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة لكي ننشر لكم فيديوهات أخرى بإذن الله تعالى.